أتساءل، نتساءل وتتساءلون. أتساءل عن مباراة كرة قدم ولدت ميتة. أتساءل عن لقاء أقام الدنيا ولن يقعدها. كان من المفترض أن يجمع بين فريقين في بطولة تنعت تجاوزا بالاحترافية. وأتساءل عن أسباب التعنت والتمسك بالرأي ودخول متاهات قانونية لا تحمد عقباها. أهلا بكم. من دون سابق إنذار تحول لقبلة للجميع، سلطت عليه الكاميرات ورصدته الأعين. ملعب العبد بالجديدة وبمدرجات شبه فارغة كتبت به إحدى أسوأ صفحات الممارسة الكروية بالمغرب. مباراة عادية في كرة القدم لم تجرى بسبب غياب أحد الطرفين. حضر الحكم، حضر الفريق المستقبل، وغاب الفريق الزائر في مسرحية كانت تلك أولى فصولها. مسرحية ممثلوها كثر، منهم من سيلعب دور البطولة ومنهم من سيشخص دور الكومبارس. كل صاغ وسيصوغ السيناريو والحوار حسب منظوره الخاص وحسب أهداف يعتبرها مشروعة. رفعت الستارة، الرجاء البيضاوي انتقل من التهديد والوعيد إلى التنفيذ. أشهر في وجه الجميع البند 21 من قانون العصبة، يخول له 3 أيام راحة بعد كل مباراة دولية. لعب وفاز أمام المولودية، مكث هناك في الجزائر وتسلح بالقوة القاهرة بعدم تنقله للجديدة. والعصبة صعدت المنصة، ظلت آذانها موصدة أمام مطالب الرجاء. استدلت بتوقيع مسؤول الفريق البيضاوي على محضر البرمجة، ولوحت بمبدأ تكافؤ الفرص وبزحمة في التواريخ المحددة لإجراء المؤجلات. والجديدة الرقم الهام في المعادلة، لعبت دور البطلة، صدت كل أبواب الحوار وظلت متمسكة بتاريخ العصبة. حجتها في ذلك الدفاع عن مصالحها وعدم عرقلة عمل مدربها الجديد. لنتساءل كيف ولماذا وصلنا للباب المسدود؟ لماذا اختفى أصحاب النوايا الحسنة لردم هوة الخلاف بين فرقاء الأزمة المفتعلة؟ ألم يكن هناك هامش للالتفاف حول طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر؟ إشكالية هذه المباراة المؤجلة ما هي إلا امتداد لأزمات البرمجة التي عشنا على إيقاعها الموسم الماضي. اعتراضات بالجملة من هذا الفريق وذاك، صراخ هنا عويل هناك، واتهامات بترجيح كفة فرق على حساب أخرى. المشاركة المكثفة للأندية المغربية في المنافسات القارية والعربية وذهابها بعيدا أقحمت العصبة في دوامة اللقاءات المؤجلة. ومما زاد طين بلة انطلاق هذا الموسم بشكل متأخر ليفرز لنا أزمة تسييرية لبطولة كنا نظنها احترافية، أزمة مقبلة لا محالة على تفاعلات جديدة ربما تكون خطيرة، وما هي إلا بداية مسلسل مد وجزر فيه قليل من الدفاع عن الحقوق وكثير من محاولة حفظ الكبرياء. لنتساءل، هل أصبحت البطولة مسرحا لتصفية حسابات؟ لما كل هذا الضرب تحت الحزام واختيار التصعيد؟ أين هو صوت الحكماء والعقلاء؟ وما هي إرهاصات ومخلفات أزمة تسيء أولا وقبل كل شيء للكرة المغربية؟ ويظل التساؤل مطروحا في انتظار أجوبة تأتي وقد لا تأتي. دمتم بخير.